Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours du volume. Oui, mashallah, on a le cours du volume. D'abord, la notion du volume. Qu'est-ce que le volume? C'est quoi le volume? Le volume d'un corps solide, liquide ou gazeux et l'espace qu'il occupe. Le volume d'un corps, j'ai juste dit que c'est un solide ou un liquide ou un gaz, on voit l'espace et l'équilibre de l'énergie. Le symbole du volume est V, car on dit V et son unité internationale est le mètre cube, qui en note M à la puissance 3. الوحدة ديالو العالمية هي المتر كيب. هذا هو الرمز ديالو. دابا نشوفو لا ديفينيسيون ديال الكاباسيتي. La capacité d'un récipient ou sa contenance كتسمى الكاباسيتي ou la contenance représente le volume maximal du liquide qui peut contenir ce récipient. Capacité ديال واحد récipient que se mette le volume maximal le qui est dans le récipient, يعني الحجم القصوي. القيمه القصويه ديال الفوليوم اللي كاين في هذاك الريسيبيون هي لا كاباسيتي. لينيتي ديال الكاباسيتي هي لتر. دابا شوفوا الطابلو دو كونفيرسيون. دابا الطابلو دو كونفيرسيون قدامكم. هنايا كاين لينيتي ديال الفوليوم l'unité de la capacité. De haït adna 1 millilitre que ça oui 1 centimètre cube. 1 millilitre égale 1 centimètre. وعندنا اللتر اللتر ايكال ان ديسيمتر كيب. دابا شوفو ميزير دو فوليم د الليكيد. Comment mesurer le volume d'un liquide? Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise les récipients gradés. Pêcheur, éprouvette gradée, et pour plus de précision, on utilise les éprouvettes gradées. Au laboratoire, il y a beaucoup de récipients. Donc, on va recevoir le volume d'un liquide. مثلا بحال هادو مثلا البروفيت كادي عندي البيشير كادي هذا لوفير كونيك كادي لغموي كادي. في هاد الدرس غنستعملو البروفيت كادي. دابا نشوفو لي زيتاب بوغ ميزيغي لو فولين ديال ليكيد افيك البروفيت كادي ديال البروفيت. شوف لي زيتاب كيفاش. اول حاجه روبيري سير لي بروفيت لي تي دو فولي. شوفوا بعدا لي نيت اللي كاين هنايا شتي شي لي بروفيت كتلقى فيها لي نيت كاين الفوق هي هادي. ما عندنا بالمليليتر يعني نخدمو بالمليليتر. ديتيرميني لو فولي دي ديفيزيون. فولي دي ديفيزيون هنا عندنا اكزامبل فوليم دي ديفيزيون كتاخد الفرق ديال جوج قيم مثلا 250 ناقص 200 ولا 200 ناقص 100. المهم كتاخد جوج قيم كبيرة ناقص صغيرة وكتقسمهم على العدد ديال التدريجات. بحال مثلا هنا ناخدو هاد الفرق ديال هاد جوج قيم هادو 150 ناقص 100 ونقسمهم على شحال من تدريجة. صفر
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، مشينا من 100 حتى 150، شحال من تدريجة؟ كاين خمسة، يعني كنديرو 150 ناقص 100 مقسومة على خمسة، وكتحسب هادي 150 ناقص 100 هي 50، 50 مقسومة على خمسة هي 10، تساوي 10 مليليتر. لينيتي اللي كاينة في لي بروفين، نرجعو لي زيتاب. داك لي كنديترمينو لو فوليم دي ديفيزيون فيرسي دو ليكيد دون لي بروفين، نفيرسيو ليكيد، كنخويو ليكيد في لي بروفين. بلاص لي بروفين سير ان سيبور هوريزونتال، كتحط لي بروفين شي بلاصة تكون أفقية مثلا شي طابل، بلاصيرو هوريزونتالمون فيغ لافا دي بينيسك دي ليكيد، نعطي ريزلت عينك كتجيبها اون فاس مع لافا ديال المينيسك باش كتشوف القيمة نيشان. لافا ديال المينيسك هي هادي ليكيد اللي كتفيرسي في لي بروفيت، الجناب ديالك يكونو طالعين شوية، تا العين ديالك كتجيبها اون فاس مع هاد لافا ديال المينيسك. باش نوريكم واحد الصورة كيما كتشوفو في هاد الصورة، هاد المينيس كاين هاد السهم هنا خص كل العين ديالك اون فاس مع هاد البلاصة لا با دي مينيس. كنلاحظو هنا في الجناب كيكون اللي كيطالع شوية، حنا العين كنجيبوها اون فاس مع هاد لا با. هنا عندنا واحد الصورة واحدة اخرى، هادي كتسمى او دي مينيسك وهذه كتسمى لابا دي مينيسك. قلنا العين ديالك خاصها تكون اون فاس مع لابا ديال المينيسك، خاص تكون ها هي هادي او بيان بلاسي، هادي هي اللي بيان بلاسي كتشوف لابا ديال المينيسك. الا شفتي من هنا من الفوق هادي غلطة، ما تشوفش القيمة هي هاديك. الا شفتي اون فاس مع لو دي مينيسك غلطة، شوف القيمة هي هذيك. ولا شفتي عاوتاني من هنا لتحت هذه خطأ، يعني خصك العين اللي بيان بلاصي هي اللي في لافا ديال الميلي. نكمل دابا ليكزامبل، هنا اخر حاجة كنعطي الريزلت، حنا جينا هنايا درنا عينينا اون فاس مع لافا ديال المينيسك، وهذا كنلاحظو جات في التدريجة الرابع، صفر واحد جوج ثلاثة أربعة. الخطأ اللي كيوقع فيه بعض التلاميذ هي كيديرها التدريجة الخامسة، حنا قلنا العين ديالك خاصها تكون في لافا ديال المينيسك ماشي في لو ديال المينيسك. إلا في التدريجة الرابعة ملي كنبغيو نحسبو الفوليم كنكتبو في إيكال، نجيو نشوفو الحد ديال الفوليم فين واصل، ها واصل لهنايا، نبداو من هنا 150، نكتبو 150 زائد شحال من تدريجة هنا، صفر واحد جوج ثلاثة أربعة زائد أربعة، وهذا عدد التدريجات كنضربوه في الفوليم دي ديفيزيون، أربعة مضروبة في هاد العشرة هادي، حسبنا كبيرة هاد العشرة هادي. الفوليم دي ديفيزيون هو التدريجات، كل تدريجة شحال فيها، مثلا هاد باش نفهمو مزيان 150، التدريجة الأولى هي 10، يعني 150 زائد 10 160، التدريجة الأخرى 170، 180، 190، 200، يعني هاد الفوليم ديال ديفيزيون كتحسب كل تدريجة شحال كتساوي. المهم هذه هي الطريقة اللي خاصكم تبقاو ديرو، في فوليم كيساوي كتمشي لهنايا 150 زائد عدد التدريجات مضروب في الفوليم دي ديفيزيون، ممكن تحسب ضرب كيسبق الجمع، يجي شي واحد يدير 150 زائد 4 هي 154 وعاد يضرب في 10، هادي خطأ، تحسب
الضرب هو الأول، 4 × 10 = 40، وبعد كده الثاني 150 + 40 اللي هي 190 مللتر. دابا شوف الميزيق اللي هو رين ديال الصوليد، كيفاش نقيسو الحجم ديال الصوليد. الصوليد كاين فيه جوج أنواع، كيفاش نقيسو؟ كاين الصوليد عندو فورم كيل كونك، بحال مثلا حجرة ما عندهاش شكل معين، وكاين الصوليد اللي عندو فورم جيومتريك سامبل، بحال مثلا هاد كيوب، هاد باراليل بيبيد ريكتانجل سيلندر اسفير. شوفوا الاولى بحال مثلا قيسوا الحجم ديال واحد الصوليد على هذا الشكل، هذا ما عندوش شكل معين. سيرو صوليد اي فورم ايريغولير، يعني ان فورم كيلكونك، و ميزور سون فوليم بار ديبلاسمون دو ليكيد dans une éprouvette gradée. Avec le déplacement du liquide. Nous allons bien remplir l'éprouvette du liquide de telle façon que l'objet est émergé complètement. Relevez le volume V1 du liquide seul. Placez l'objet dans l'éprouvette. Misérez le nouveau volume V2, on déduit le volume du solide par la relation V solide égale V2 moins V1. Je trouve qu'un dérôle est comme un réseau, le régime de la solide a deux quelconque forme quelconque par la solide. Cachette éprouvette. كنغرسيو فيها الليكيد بحال مثلا هنا الليكيد عندنا وصل هنا، بحال كنقيسو الفوليوم ديال الليكيد عادي. كيفاش كنديرو هنا؟ بغينا نقيسو الليكيد، كنا كنجيو نديرو الفوليوم دي ديفيزيون. اول حاجة الفوليوم دي ديفيزيون في هاد البروفيت هو ناخدو جوج قيام، قلنا 80 ناقص 60 مقسومة على عدد التدريجات من 60 حتى 80، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كاين 10 ديال التدريجات كتساوي 80 ناقص 60 هي 20 مقسومة على 10، 20 مقسومة على 10 هي 2، 2 الوحدة هي المليلتر. دابا الفوليوم في ان كيساوي، قلنا هاد 2 مليلتر هي عدد ديال التدريجات، يعني 60 62 غنزيدو بجوج، 64 66 68. هاد التدريجة هادي اللي فيها جات في الخامسة، يعني غتكون 70، يعني في ان كتساوي 60 زائد كنفتحو قوس كنحسبو عدد ديال التدريجات من 60 حتى للحد ديال الليكيد، 0 1 2 3 4 5، 5 × 5 مضروبة في الفوليوم دي ديفيزيون هو هذا 2.
راح تساوي هذه كأنك حط الضرب هو الأول، 5 × 2 = 10. تساوي 60 + 10. تساوي 70 ملل. VA تساوي 70 ملل. هي هذه. دابا شدينا إبخوات فيها الليكيد، عبرنا الفوليوم ديالها، لقيناها VA كتساوي 70 ملل. دابا حنايا الهدف ديالنا نقيسو الفوليوم ديال السوليد. غنشدو هاد السوليد وغنديروه هاد لي بروفيت. الى درنا هذاك السوليد فهاد لي بروفيت نورمالمون الماء غادي يطلع، عيتاز ميبقاش فهاد القيمة. نورمالمون شتي شي كاس فيه الماء وخشيتي فيه شي 10، الماء غادي يطلع ميبقاش في البلاصة اللي كان فيها. هادشي اللي كنديرو هنايا، الى خشيتي السوليد فهاد لي بروفيت الماء غادي يطلع. الماء هاهو هنايا كنلاحظو طلع. دابا عاوتاني غادي نحسبو الفوليوم ديال هاد لي بروفيت، تسمى الفوليوم في دو بعد ما درنا السوليد. نحسب الفوليوم ديرو نفس الطريقة كيفاش كنحسبو الفوليوم ديال ليكيد. كنحسب أولا الفوليوم ديال ديفيزيون، نجيو 100 ناقص 80، كنديرو الفرق ديال جوج تدريجات. نقسم على عدد التدريجات من 80 حتى 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. عشرة تساوي 20 × 10. هي نورمال مور عاد تجي هاد فوليم ديفيزيون يجي بحال في ان، حيت حنا خدامين بنفس لي بروفيت، ولكن نخدمو باش تفهمو كيفاش الطريقة. تساوي 2 ملل. في دو حكا تساوي F2 كتساوي 80 + فتح قوس من 80، عدد التدريجات من 80 حتى الحد ديال الماء. 0, 1, 2, 3, 4, 5 مضروبة فوليم دي ديفيزيون هو هذا 2. يعني V2 كتساوي 80 + 10. نحسب الضرب هو الأول كتساوي 90 ملل. هي هذه اللي عطاونا هنايا، V2 كتساوي 90 ملل. ودابا كنديرو V ديال السوليد كتساوي V2 - V1. دابا الفوليم ديال السوليد شحال كيساوي؟ الفوليم ديال السوليد كيساوي الفوليم اللي حسبنا هنايا ديال فاش زدنا السوليد على لي بروفيت، كنقصو منها ناقص الفوليم ديال هاد الليكيد اللي ما كان فيه السوليد في الاول. يعني في سوليد كتساوي V2 - V1
est égal 90 ناقص 70 90 ناقص 70 تساوي 20 ملليلتر 20 ملليلتر ديال الفوليوم ديال هذا السوليد هذا دابا كنقيسو الفوليوم ديال السوليد عندو فورم جيومتريك سامبل بحال مثلا كوب باراليل بي بي ريكتانجل سيلندر هادو عندهم علاقات ساهلين هادو ملي تحتو الفوليوم ديال الكيب كدير هاد العلاقة فيك تساوي ا في ا في ا حرف ضرب الحرف ثلاث مرات الفوليوم ديال هادي هو لونغور في لارجور في لوتور سيلندر فيك تساوي بي ار كاري اش ار رايون اش لوتور تيك تساوي 3.14 وكاين سفير فيك تساوي 4.3 بي ار 3 هادشي لي كاين نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.